السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط، عندي كتاب الملون صفحة 20، يونت 2 لسن 5، لايف إن بورونوك، الحياة في بورونوك. لسن استمع، ريد اقرأ، أند فايند وفايند أوت واكتشف. هنا عندنا طبعا بعدين نقرأ ونجاوب على هذا السؤال. The weather can be very strange. The weather can be very، يعني نقول لك الطقس يمكن أن يكون، اللي هي strange، غريب. Especially in places like England، خاصة في أماكن مثل إنجلترا. The weather forecast says it will be warm and sunny. الطقس يعني الأنواع الجوية سوف تكون دافئ ومشمس. But when you wake up it's cold and rainy. وعندما استيقظ هو بارد وممطر. It also changes very quickly. وأيضا يتغير بسرعة كبيرة. The sky السماء can be blue one moment. السماء يمكن أن تكون زرقاء بلحظة واحدة. And then covered by clouds the next. وبعدها مغطاة بالغيوم. But can you والتالي يعني يقول لك ولكن بعدها can you هذا تخيل imagine living، يعني يقول لك يمكنك أن تتخيل living somewhere، العيش بمكان ما. So cold that the ink in your pen freezes، بمكان بارد بأن الحبر يعني القلم بالحبر سوف يجمد. This happens a lot of the in the town of Boronok، يقول لك هذا يحدث كثيرا في بلدة بورونوك. In the east of Russia، يعني يقول لك في شرق آسيا، sorry روسيا. In winter، في الشتاء، the temperature، درجة الحرارة، can go as low as 7 6 70. يقول لك في الشتاء درجة الحرارة يمكن أن تنخفض إلى 67 درجة سيليزية. The inside وداخل your fridge، داخل الثلاجة تكون 4 درجة سيليزية. 4 and your freezer is around هذا 18، يعني نقول لك وكذلك تتجمد حوالي 18 درجة سيليزية. Humans البشر are very good at اللي هي البشر هم جيدون adapting في التكييف to very new suggestion for the people of Boronok life course on as normal. يقول لك كل حالة بالنسبة للناس البورونوك حياة السكان مستمرة. There are horses in the field، هنالك حقل، هنالك حصون في الحقل. Children go to school and يعني الأطفال يذهبون إلى المدرسة. And adults go to work، والبالغين يذهبون إلى العمل. There are a few things which make life here a little more complicated. يقول لك هذا هنالك أشياء قليلة تجعل الحياة هنا معقدة. During water doesn't it come in bottles. ومياه الشرب لا تأتي بزجاجات، يعني هذه البطالة ما تأتي بزجاجات. It comes in blocks of ice. هو يأتي في كتل من الثلج. The battery يعني البطارية in your phone will only work for a few minutes. البطارية بالهاتف مالتك سوف تعمل فقط لمدة دقائق. If you don't keep it warm، يقول لك قليلة إذا لم يعني تبقى دافئة. Even the petrol in your car will freeze. يقول لك حتى الوقود بسيارتك سوف تتجمد. This is why some people keep their car engines on all day.
يقول لك الناس يبقون محركات سياراتهم تعمل طوال اليوم. نعم there are engines of all on all day. Oh, and river and never wear glasses mode of هذا metal. يقول لك لا تلبس نظارات مصنوعة من المعدن because they could stick to your face. هذا الجواب، لأنها راح سوف تلتصق بوجهك. Nobody لا أحد in Boronok asks that what the weather will be like tomorrow. يسأل الطقس ما الطقس سوف يكون غدا. Because everyone knows لأن يكون بارد. نقول لأن كل أحد يعلم. Will be cold 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 راح يكون بارد بارد بارد. يلا عيني يقول لك why do you have to be careful it if you wear glasses. لماذا يجب أن تكون حذرا لما تلبس نظاراتك؟ نقول because they could stick to my face لأنها سوف تلتصق بوجهك. Find Boronok on a map. جد Boronok في الخارطة. Why is it so cold there؟ لماذا هي باردة جدا؟ نقول because it is Russia يعني بروسيا لأنها بروسيا.